وفرحه مستحقه للفريق، مستحق باطار مغربي بتشكيله مغربيه، والفرحه تعم المغرب كامل والعالم العربي كامل، ومبروك على العالم العربي والعالم الاسلامي وجميع اطيافه ان شاء الله. والمنتخب كيدوز بطبيعه الحال اول منتخب كيدوز على المستوى العربي والافريقي، ومبروك عليهم والف مبروك للمغاربه كامله ولصاحب الجلاله ولجميع الاطياف ان شاء الله تعالى. الدريت قاتلوا تبارك الله عليهم، وهذو هما الرجال الله يحفظهم اخويا، فرجونا ولعبوا كره زوينه الله يعطيهم الصحه اخويا، حنا فرحانين اليوم بزاف بزاف، راه لا توصف حتى الفرحه عندنا اخويا. خويا رقراقي رقراقي واعر، ودخل لهم بواحد الطاكتين الواعر، وخرج لنا واحد بحمراء كان عليه دخل مصيري. المهم دابا المهم هو النتيجه، غنشوفوا نفكروا في الماتش ديال فرنسا ان شاء الله والكاس ديالنا. يعطيهم الصحه ورده الوالدين ديما واقفه معاهم، وفي فلا مغرب وديما مغرب، وان شاء الله غنجيبوا كاس العالم. وديروا النيه كره دابوطو وتخرج كيانو ديك العيحه ديال بلادهم، مبروك علينا.